السلام عليكم خوتنا احبابنا، مرحبا بكم عند محلات اسطنبول. ديما جديد ولافير البروموسيون راهي دخلت اليوم الزربيه، الله يبارك ما شاء الله، كونتيتي كميه سعر ربي يبارك ما شاء الله. الزربيه 3 بياس 1 بياس بالكميه خوتنا، راه كميه كبيره ربي يبارك. هاي لي كولير لي موتيف ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. محلات اسطنبول جديد ولافير البروموسيون خاوتنا، الزربيه دخلت تاع 250، دخلت الطروه بياس ماهيش تاع الديفو، والله هذه راهي سويفي حاجه مليحه كاليتي ربي يبارك ما شاء الله. هاي كونتيتي خاوتنا راهي كاينه كونتيتي كبيره، الله يبارك. هاي الزربيه هبط لهم يشوف، والله يبارك ما شاء الله. فيها طابي كولوار، طابي كولوار 3 متر بالمدوره تاعو 250 متر. كاين تاع الكوزينه، تاع الكوزينه حق رمضان، مرحبا بكم. شوفوا الله يبارك السلعه، شوف محلات اسطنبول جديد ولافير والبروموسيون، الكميه تتكلم والعدو يتالم، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا الله يبارك خاوت، مرحبا بكم. نذكركم عنوان المحل، رانا في طريق اللور قدام ليسي فرحات عباس، محلات اسطنبول. عندنا زوج بازارات خاوتنا، عندنا واحد على دروات واحد على غوش، مرحبا بكم. كونتيتي راهي كاينه، رانا نهبطوا فيها، العمال راهم على قدم وساق. شوفوا كاين راهي كاين، شوف طابي كولوار، الزربيه الكبيره، الزربيه الصغيره، طابي بالديسوندي تاعو تاع الكوزينه تاع الدوش، كاين كلش، كاين كل خير. مرحبا بكم، دعمونا بالبارطاج وحنايا ندير لكم السومه والبري ارض ارض ربي يبارك. الصلايه راهي كاينه ثاني دخلت بقوه، الله يبارك. رمضان مرحبا بكم، الكونتيتي السعر ربي يبارك ما شاء الله. دعمونا بالبروموسيون بالبارطاج، حنا ندعموكم بالبري، البري والسلعه الله يبارك. شوفوا خاوتنا، شوف دخلت الزوره 5 بياس ثاني تاع العرايس اللي ما اللي تحوس. ها من بعد ندير لكم فيديو بالله يبارك ما شاء الله، ندير لكم فيديو بالتوضيح. هكذا رانا نوري لكم باللي راهي كاينه سلعه اليوم ان شاء الله ربي يبارك ما شاء الله جديده. مرحبا بكم، اغتنموا الفرصه. المحل راه في طريق اللور قدام ليسي فرحات عباس، عندنا زوج بازارات محلات اسطنبول. مرحبا بكم خاوتنا، وانتظرونا في فيديو جديد، راهي كاينه مفاجات كبيره ان شاء الله. مرحبا بكم خاوتنا.